وأيضا محطات عديدة ومتنوعة زينب. ومحطتنا التالية رح نتعرف فيها على عالم الأطفال ومهارات وأنشطة ممكن أن تحقق فائدة للطفل خلال فترة الصيف بين التعلم والتسلية وكيفية تنظيم الوقت. حيكون حديثنا وتفاصيل هذا الحديث مع السيدة رناء أيوب، استشارية في الطفولة المبكرة وأخصائية رياض أطفال. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك مرة ثانية. خلينا نحكي شوي عن العطلة الصيفية هالسنة لكل الأولاد، يعني شوي مختلفة. خلينا نقول بكتير بدنا أفكار حتى فعلا يعبوا وقتنا الأولاد، فخلينا نحكي عن العطلة الصيفية، كيف ممكن يستغلوا الوقت الأطفال؟ يسعد صباحكم. هي طولت كتير واجت بوقت كتير بكير، ما كان الأهالي مبرمجين حياتهم أنه يتقبلوا الأطفال بأنشطة جديدة. طبعا خلقت الحياة البشرية بأنماط متعددة، ما فينا نكون ضمن روتين معين واحد. الأطفال كتير ملولين لسه أكثر من الكبار، فنحن بدنا نحاول نعرف وين الأشياء اللي بتستهوين ونعملها. الفكرة الأنشطة الصيفية والنوادي اللي عم بتصير عم تفرض على الأهالي أحيانا برامج معينة ما عم بيكون بيستهويها الطفل، بيكون النادي في مجموعة برامج وعلى الطفل اللي بيسجل بالنادي أنه يمارس كل الهوايات اللي موجودة. كتير حلو أنه نعرف الطفل موهبته وين وننميها عن طريق الأشياء أو الأفكار اللي احنا بنزرعها فيه والأشياء اللي بناخدها منه ومستقبلها منه. دائما في مؤثرات حوالينا وحوالي الطفل كتير كبيرة، لكن الفكرة الصح أنه الأهل يعرفوا استجابة الطفل وين بتكون، تفكير الطفل وين عم بيكون، شغف الطفل بأي مادي أو بأي نشاط هو اللي عم بيخلي يطلع منه هاي الفطرة اللي هي هواي أو موهبة لإله وننمي له إياها. حلو رنا، يعني مثل ما بنعرف نحن الأطفال بحبوا الحركة، وفي أطفال عندهم فرط نشاط، وبجائحة كورونا اضطروا الأهالي إنه يحطوهم بالبيت ويقعدوا معهم، وأحيانا يعني يتحملوا شغلات، يعني يقولوا يا ريت تفتح النوادي الصيفية ويطلعوا بقى من كتر ما انهم نشيطين. في مهارات معينه ممكن حضرتكم حضرتك كاخصائيه طفوله مبكره انه تنوهي عنا او توجهي الام عنا يقدر يعمل الطفل بالبيت ويستغني على النط وعن حتى يعني بالبيت الطابه شوي صعب؟ اكيد اكيد الموضوع الطاب كثير عم بيكون صعب بالبيت وسيء للاهالي، لانه دائما اغلب الاولاد عم بتكون ضمن شقق شوي صغيره، عم بتكون مساحات البيوت مانا كافيه للعب الطابه، لكن هي اكثر اداه او نشاط طاقة. بتفرغ طاقه. ابدا نحن مو ضد الاطفال ولا ضد الاهالي، هاي الكورونا علمتنا كثير اشياء، انه شوي نكون عندنا صبر اكثر، مساواه اكثر بين الكبير والصغير، نحاول نفهمهم شوي ونساعدهم على تفريغ الطاقه، لانه طالما هن عم بيفرغوا طاقه نحن لساتنا بالسليم، عقلنا لساته عم يشتغل، يعني نحن دائما لازم نشوف الامور من منظور ايجابي. مجرد ما الطفل بطل يحرق بطل يفرغ هاي الطاقة ونحن بنقول عنه مثلا ما شاء الله شو حرق، هو فات بمود الكآبة، ممكن يصير في عنده أمراض تانية نفسية، لا نحن بغنى عنه، فخليه عم يحرق قدامنا وعم بيكسر وعم بيخرب، ونحن عم نساعده انه نحن نفرغ له طاقته بأنشطة نقدر شوي نكون واقعيين ما أنا مكلفة، خصوصا نحن بوضع مادي شوي صار مرتفع، فالأهالي شوي عم بتعاني من موضوع النوادي أو الأنشطة الصيفية عم بتكون كتير فيها مبالغ هائلة بمناطق معينة. في كتير أنشطة بالبيت ممكن نعمل لهم إياها، نعودهم أنه من أكثر الأنشطة اللي نحن لازم نعودهم إياها هي الأنشطة المنزلية، يساعدونا بتنظيف البيت، كتير الطفل بيستمتع لكن عن طريق لعبة. أكيد ما حدا من الاولاد برد عليك اذا بتقولي له قوم جيب لي او قوم اعمل لي، لا لانه هن برايهم هذا عمل ما نلعب، لكن نحن اذا بنقلب شوي الامور انه نلعب ونحن عم نعمل، نلعب ونحن عم نقرا، مثل ما اغلب العلماء ناشدوا بيجي ناجا باللعب مع التعلم، فرويد، بستالوزي، ماريا مونتسوري، انه اللعب هو الطريقه المحببه للطفل اللي انت بتقدري توصلي لاي هدف بدك اياه بدون ما يكون مفروض على الطفل. اهم شيء ما تفرضي عليه، لانه بعمر المراهقه او نحن بنقول عنها طفوله مبكره فيك شوي تسيطري على الطفل، لانه هو قدران انه ياخذ ويعطي معك. في عنا الطفوله يلي بصير هو بعد الطفوله المبكره انه بصير ما عاد يرد عليكي، فالاطفال اللي عمرهم 4 5 سنين ما الاهالي تتفاجئ اذا هن عم بيعندوهم ويكبروا المواضيع انه ما عم بيرد علينا او ما عم يفهمنا، لا طبيعة الطفل بهذا العمر ما برد. بعدين عنا المراهقة، بعدين عنا النضج، بعدين عنا كتير
اساليب لكل فتره معينه. الفكره بالنوادي او بالاهالي او بالمنازل اللي عم بتصير انه عم نحاول ندمج الكبير مع الصغير بنفس النشاط. في كثير انشطه منزليه بتقدر الام تساعد اطفالها فيها، تنمي لهم مهاراتهم العقليه، قسمي الدماغ تنشط لهم اياها عن طريق كل فئه عمريه. اهم شيء تعرف هي الفئه العمريه اللي عندها مشان تقدر تعمل لهم الانشطه تتعامل معها. خلينا نحكي لك انت انه بتفضلي يمكن الانشطه الفرديه او الانشطه الجماعيه؟ يعني كثير كمان في ناس ما عندها غير ولد طفل واحد كمان، وبتحسي انه بيحاولوا انه دائما يخرطوا بالمجتمع حتى ما يحس بالخجل او حتى يتعود شوي على المجتمع الخارجي، فكمان خلينا نحكي عن هاي النقطه. الطفل الواحد اهم شيء انه يكون عنده قرين، يعني الاقران يلي هن من عمرهم، خصوصا اذا كنا عم نحكي من بعمر الطفوله والطفوله المبكره اللي هن اصغر سنا. اذا نحن مثل ما نحن بنحكي دائما مقوله شعبيه انه الطفل بده طفل او الصغير بده صغير يلعبه، انه قد ما كانت الام والاب عم بحاولوا يغطوا له هي المساحه الكبيره من الفراغ ما رح يقدروا يوصلوا له الحريه اللي هو بده اياها بالتعامل مع قرين. فاذا انا ما بملك اطفال بالبنايه، ما عندي طفل ثاني، فيني اخذه على حديقه هي ما أنا مكلفة، فيني أخده على ما بدنا نحكي على مدينة ألعاب مثلا مشان ما يقولوا الأهالي عم بنبالغ، صارت الألعاب كتير أسعارها ممكن لفئة معينة ممكن يروحوا ناس ما فيها تروح، تروح على الحدائق، الحدائق مع باي تحاول تحاور مع الأطفال تعرف الألعاب اللي بالحدائق في بدائل أحسن. أي. تمام، يعني زينب المرجوحة خلينا نقول أو هدول الشغلات يعني أحلى أو أنشط من ألعاب الكهرباء. تمام بكتير. بيكون فيها مهارات اجتماعية أكثر، بنخرط الأطفال بيسمع كلامهم بينما أكثر وعيه، بصير بيعرف أسماء على القليل إنه في أسماء غير اسمه بعمره، مثلا في اسم محمد، أحمد، علي، زينة، أكثر من اسم، إنه مو بس بهذا العمر. في أطفال كثير إنه اللي ما بيكونوا مقترنين نحن كروضة انه بفكره انه بيجي اول مره بده يفوت بجو، فهو ابن خاله لنفترض اسمه تيم، فبفكر كل الاطفال يلي بهذا العمر اسمهم تيم. هي الفكره انه عدم الانخراط بالمجتمع والفوتي فيه عم تعطينا اشياء سلبيه عم بتضلها بنفسيه اطفالنا. لا نحن كثير نكون معهم، نلعب معهم. انا ابدا مو ضد انه الاهالي يلعبوا مع اطفالهم، يعطوهم وقت اقل شيء 80% من وقتهم حتى لو كانت موظفه الام او الاب، لانه الطفل بهذا العمر كثير بحاجه للام والاب اكثر من اي حدا ثاني. لكن نفوت معهم، معلش نشاغب معهم، نخزق ورق معهم، نلون ونخرب، ما عليه نبري وين ما كان، نعطيهم مساحه واسعه كثير من الحريه اللي هن بدهم اياها بالبيت، مشان بس يطلعوا على اي محيط خارجي يكونوا قدرانين يعرفوا المثير اللي حواليهم وين هن بدها تكون استجابتهم الصحيحه. اكيد اكيد سالي، يمكن مثل ما كنتي عم بتقولي في يمكن كثير اشياء ما بتكلف الاهالي، وفيهم بتفاصيل صغيره يرسموا السعاده على وجوه اطفالهم، لانه دائما بنقول السعاده ما بدها تكاليف باهظه. صح. ولا بدها مصاري. صح. تفاصيل صغيره ممكن ترسم الضحكه وتكون فعلا عم تخلق جو لاطفالها. خلينا نحكي عن افكار يمكن انت كمان من خلال تجربتك تعطيها لكل ام اليوم عندها كمان اكثر من ولاد، كيف هي انه تخلق لهم هذا الجو النشاط الصيفي، تشوف شو بيحبوا. في كثير اهالي ما بيعرفوا اولادهم يمكن النشاطات او الهوايات اللي بيحبوها، فكمان خلينا نحكي عن هذا الموضوع. المدام ماريا مونتسوري، الدكتوره ماريا مونتسوري طالبت كثير بالحياه العمليه للاطفال، يعني نحن نبلش نلعبهم بمهارات الحياه، يفوتوا على المطبخ لنفترض، هي بتناسب كل الاعمار. نعلمهم الاعتناء بالنفس، نعلمهم يقطبوا، يزرروا، هي الاشياء اللي هن ممكن يستهويها، يقطعوا خضره، يقطعوا فواكه، كل طفل له ميول معينه. بعدين نفوت شوي بمهارات البيئه، في اطفال بتحب تزرع، في اطفال بتحب تنظف باللور، في اطفال بتحب تغير بديكورات المنزل، نفسح لهم هاي المساحة وهني عم يلعبوا مشان يفرغوا هذا الوقت الكبير اللي عندهم بأشياء تفيدهم وتنمي لهم قسمي الدماغ. بعدين ندمجهم بالمهارات الاجتماعية، لأنه نحن لازم نلعب مع أقراننا، نلعب مع بعضنا كأخوات، كجيران، كرفقات، ألعب ألعب ألعاب كتير. نعم. ما أنا مكلفة مثل ما حكيتي، فينا نلعب، كنا ونحن صغار نلعب بالحجرة، نلعب بالعصاية، نلعب بالتنس، نلعب بالطابة بالشارع مثلا بالحارة. تمام. فينا كتير إجاني بالكورونا أنه أطفالي وصلوا درجة الاكتئاب بالبيت، نقول لهم فرغوا لهم طاقة بالمي، حتى إذا ما كان في بانيو بالبيت، أي وعاء بيحوي الطفل يحط فيه مي، مش شرط ينزل فيه الطفل، يلعبوا بالمي يفرغوا طاقة. هي اللعبة عن تيل السورية.
تمام، لانه ممكن روحة المسابح شوي تكون مكلفه لبعض من الاهالي، فانا ما احرمهم الاستمتاع بالماء، الماء بفرغ طاقه حتى لو الطفل ما نزل كله بالماء، مجرد ما انه لوت ايديه او اي شيء يعني بجسمه هو يحس بهاي المتعة. نلعبه بالتراب، يعني أسوأ الاحتمالات أنه جيب له وعاء أو حط له فيه رمل، حتى لو كان الرمل ما نو طبي، كان رمل من أي حديقة بتجيبيه، مجرد ما نخلتيه حطتي له شوية ملح وصار نوعا ما يعني صحي أكثر، أو بتقدري تتعاملي فيه أكثر. وبالنهاية كلنا تعلمنا نغسل كثير بهالكورونا، فصاروا الأطفال لحالهم أي شيء بلوس لهم إيديهم بغسله. هاي الأنشطة كثير بتفرغ لهم طاقة، وأنت بتكوني عم تشتغلي على الحيز الأكبر بالفراغ، انه ما يفوت الطفل بمود الكآبي او بالاشياء الثانيه اللي ممكن هي تخليه تعطيه طاقه سلبيه او توتر، والتوتر بيعطي طفل عنده حركه زياده هو من نتيجه توتر معين من موضوع معين. القراءه، وهذا الموضوع اللي بنعاني منه كل الاهالي، انه بعد هذا الانقطاع الدائم الاولاد ما عندها تقرا، وبالانشطه الصيفيه ما فيك تقولي للطفل اقرا، فنحن حتى نحبب الطفل بالاشياء اللي نحن بنحبها لحتى هو يصير يحبها، بنكون حلينا ثلثي المشكله اذا بنعرف وين موهبته، وبنصير بنجيب له الكتب يلي بتناجي موهبته. يعني طفلي بحب النحت، بجيب له كتب عن النحت، بحاول فوت انا وياه بالقراءة تبع النحت، فهو رح يستهوي هذا الشيء لانه هو بده يطبق عملي، فشوي شوي بتفوتيه بمود القراءه بدون ما يحس. نفس الشيء طفلي بحب الرسم، طفلي بحب النكت، بجيب له كتاب عن النكت، مجرد ما علمت الطفل يصير يفتح كتاب ويقرا باشياء بتستهوي موهبته، انا هون بكون عم بفتح بدايه الطريق لحتى يرجع علمهم انه يشغلوا القسم الايسر بالدماغ. دائما القسم الايسر بيعتمد على الخمول لانه هو بحب يرتاح، فالقسم الايمن احنا عندنا شغال اللي هو فيه الضحك والمزح واللعب وتمضي الوقت، وبدون ما انا افكر باي شيء، ما بدي ادرس، ما بدي اقدم امتحان، وتعودوا على هذا الشيء. فهذا الشيء كثير حلو انه انا بلش شوي شوي مع الاطفال فوت في مود القراءه. المجلات، البنات ممكن تستهوي الازياء، جيب لها مجلات بتحكي عن الازياء، خصوصا الاطفال الصغيره بحبوا المكياج والكندره والشنطه بيلبسوا ثياب امهم. هي العاب كمان نحن فينا نعطيها هي الحريه للبنت وهي عم تلعب، ما فورا نفوتها بمود انه لا ما بصير، اصحى تقعي، ليش هيك لابسي، هدول الاغراض لا تنزعيهم، خليها بهذا الوقت تاخذ حريتها، هو 10 دقائق مو اكثر، بعدين انا برجع بفوتها بضوابط او انضباطات انا بدي اياها. نعم، يعني رينا عم تحكي امور عن جد نحن بنشوفها بكل بيت عنده اطفال، بنشوف ايضا كيف الاطفال الصبيان بيلعبوا بالعابهم، والبنات ايضا بيستهوا غراض امهم. بدنا هيك نصائح اخيره رينا لكل الامهات يلي عم بتتابعنا، هي شوي كمان عم بتعاني من فرط نشاط اطفالها بالبيت. بنوجه رساله لكل الامهات انه يكونوا على وعي كامل بموهبه الطفل لحتى الموهبة يعرفوا طفلهم شو بدهم، وما نفوت الطفل، ما ننغر بالأشياء الظاهرة والإعلانات أنه أنا طفلي بدي مثلا بدي درسه إنجليزي وعلمه موسيقى وفوت سباحة وبدي جمباز وبدي كاراتيه، بدي عبيله كل وقته مشان هو ما يمل. هاي الغلط اللي عم بصير الأهالي بوصلوا، الأول يوم ممكن الطفل يكون مستمتع، ثاني يوم ببلش يصير عنده هذا الملل لأنه هي مو هواياته أو مو موهبته. نحن بس الفكرة نعرف وين موهبة الطفل لحتى نقدر نحن ننميها ونشتغل عليها ضمن قوانين ومعايير معينة لكل طفل، وما ندمج الأطفال. ولأنه ابن رفيقتي بيدرس كل هالهوايات أو كل هالمهارات، أنا لازم ابني يكون عنده كل هالهوايات. حاول دائما أعطي طابع لطفلي مميز، هو شو بحبه أنا أسعى أشتغل له عليه. أكيد، نحن بنتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، ونتمنى أكيد عطلة صيفية ممتعة وآمنة، خلينا نقول لكل الأطفال السوري. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم